بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الحضور، نشكر الشبكة الحزبية اللي جات هذه المرة شرفتنا في هذه الندوة هذه. عندي واحد جوج ديال الأسئلة. المهم السؤال الأول هي بخصوص الشبكة كاملة، يعني ما كنحددش يعني واحد قسم ديال الحزب ولا هضر الشبيبة أن ما جاء به الدستور هو إنصاف لها من حيث تمثيليتها داخل المجالس والبرلمان، أم أن الشباب هو ورقة يلوح بها النظام وقت الحاجة؟ والسؤال الثاني، كيف يرى الشباب تغيير سياسة النفاق والسياسة الموروثة التي تتخبط فيها الأحزاب؟ وشكرا.